مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ طارق، الحقيقة جهد وإنجازات رائعة جدا شفناها يمكن من خلال التقرير، وده يمكن حتى جزء صغير مش بيوضح قوي كمان كم الإنجازات بشكلها في الواقع بيبين يمكن حجم الإنجازات دي أكتر أفتكر، لكن هنا يمكن التقرير ذكر أكتر من نقطة عايزة أتوقف عندها. موضوع انتشار طبعا فيروس كورونا اللي كان لها قول آخر طبعا وأربكت جميع الحسابات، عايزة أتكلم كمان في حجم الميزانية. الناس النهاردة عمالة تتكلم في 2 مليار، انتوا عندكم 2 مليار في كده، التفاصيل عايزة أعرفها من حضرتك. أولا جائحة كورونا إزاي أثرت على النادي الأهلي وعلى الميزانية داخل النادي الأهلي في الأول؟ هو طبعا هو في دايما يعني مقولة أنا مؤمن بيها أن اما بيحصل ظروف قويه او تحديات خطيره او كرايسيس يعني بتواجهك، هي المؤسسات القويه هي اللي بتكون، ده بيبين وقتها المؤسسات القويه. صحيح. يعني ده بيبين اذا كانت اتهزت ولا لسه ثابته واقفه على ارض صلبه. الحمد لله تم التعامل مع موضوع الكورونا معنا في النادي الاهلي في الازمه دي بطريقه حافظت على النادي الاهلي، في نفس الوقت حافظت على متابعة العمل المستمرة وخلافه. احنا مجالس الادارات كان في جزء كبير يعني ايامها كان كله بينعقد بطريقة الزوم يعني اونلاين يعني. بمناسبة مجلس الادارات انا عايز اقول لحضرتك مثلا احنا لغاية وقتنا هذا من يوم ما دخلنا المجلس 71 جلسة، 71 جلسة مجلس ادارة، 71 جلسة وده في تاريخ يعني ده رقم عالي جدا. طبعا ده بخلاف اللجان المشتركين فيها وخلافه يعني. فتم التعامل مع القصة بمنتهى الحفاظ على النادي الاهلي والعاملين اللي فيه وسير العمل في النادي الاهلي. طبعا دور لازم يشكر عليه جامد جدا الادارة التنفيذية كلها في كل في مقر النادي وفي مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، يعني قاموا بجهد غير طبيعي بإدارة العميد محمد مرجان طبعا. الناس بتوع الاشتراكات، في ناس منهم كانوا بيبذلوا مجهود غير طبيعي، لأن استمرينا، أنا عضو في لجنة الأدوية يعني، فاستمرينا في تلقي برضو طلبات الاشتراكات أعضاء، وكانت الناس بتشتغل في أوقات كتيرة والكلام ده. كان المبدأ الرئيسي اللي تم إرسائه في مجلس الإدارة أن لا مساس بحقوق العاملين، يعني بظروف الجائحة لا، اما ايه مرتب كل يعني المرتبات لم يتم اقتطاع جزء من المرتبات. بالعكس احنا اعتبرنا ان المنافذ اللي موجوده جوه النادي الاهلي ضمن عائله الاهلي يعني حاجه غريبه. المنافذ اللي مأجرين من النادي نفسها احنا اعفيناهم من ايجار لاربع شهور، اللي هو من 1/3 لغايه نهايه شهر 6، قلنا الفتره دي كلها ما يدفعوش فيها ايجار. فالعاملين الحمد لله لا مساس خالص، ولا عقود لعيبه ولا مدربين ولا خلافه، كل الكلام ده لم يحدث في النادي الاهلي خالص. يعني الناس حست وكان انتظام العمل طبيعي. برضو في نقطه مهمه جدا ودي انا بحسها في شغلي، يعني اما بكون بدير مكان لو في الازمه انا بتهز او حاجه ده بيأثر على التحتيك اكيد المنظومه كلها. لا الحمد لله عندنا المجلس بقياده كابتن محمود عمرنا بيدينا الشعور ده، ويمكن برضه هو تناول التقرير زي موضوع المدير الفني بايلر وقدوم المدير هتكلم مع حضرتك فيه باستفاضه شويه.